هوبا، اخيرا بعد غياب اسبوع رجعنا للحمام بتاعنا تاني، وتعالى بقى نعرف ايه اللي حصل معانا كل الفتره اللي فاتت ديت، لان حصل معانا حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت ديت، منها الحاجات الحلوه ومنها الحاجات الوحشه ومنها الحاجات الكتير قوي. فتعالى بينا نعرف الحكايه كامله بقى من اولها لاخرها، لان كنت ناوي احكي لكم كل الحكايه وكل اللي حصل معايا اول ما نرجع ان شاء الله. اخبط لايك للفيديو واشتراكك في القناه لو مش عامل اشتراك، ويلا بينا. قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو وقبل ما اقول لك ايه اللي حصل معايا بالظبط، فانا اول بصيت على الحمام من بعد غياب الاسبوع اللي انا غبته عنهم، لقيت ان النتال هزازه الديون اللي كانت هنا هي والزغلول بتاعها خلاص اتكلوا على الله وما عادوش موجودين. ما اعرفش ايه السبب اللي حصل لهم بالظبط، الله اعلم. ولكن كل اللي انا عارفه ان دي كانت اخر حاجه من الهزازات الديون اللي كانت عندي، وبكده ما عادش عندي اي هزازات ديون خالص. تعال نخش على تفاصيل الفيديو، يلا بينا. فتره غياب استمرت معانا لتقريبا اسبوع او دخلنا في العشر ايام، مفيش فيديوهات حمام، مفيش اي حاجه خالص، حتى انا ما كنتش عارف ان انا اتواصل معاكم ولا عارف اعمل لكم اي حاجه، وده بكل بساطه علشان القناه بتاعتي كانت واخده حظر اسبوعين اتنين. طيب ايه كان سبب الحظر دوت؟ اولا كده انا كده الاسبوع اللي فات ده انا ما كنتش في البيت، انا كنت في مرسى مطروح، وانت لو متابع معايا على الفيديوهات اللي نزلت مؤخرا ديت في اليومين اللي فاتوا دولك، فانت هتكون شفت الفيديوهات بتاعه مرسى مطروح. طيب بالنسبه لموضوع الحظر، فجأة كده اتفاجئت في يوم لما صحيت الصبح لقيت ان اليوتيوب مدينا حظر اسبوعين، مش هينفع انشر اي حاجة ولا فيديوهات ولا ريلز ولا اي حاجة حتى على المنتدى، علشان اعرفكم ان انا مش هعرف انشر فيديوهات وعلشان اقول لكم ان انا عندي حظر. فانت متخيل كده ان انا في لحظة اتمنع عني كل حاجة، مش هعرف حتى اقول لكم ان انا محظور، ومش هعرف اقول لكم ان انا مش عارف انزل الفيديوهات ليه. الصراحة بعض الناس كانت بتخش تسأل عليا في الكومنتات وتقول انت مش منزل حاجة ليه، وهنا كنت بقدر ارد عليهم لان اليوتيوب كان سامح لي بس ان انا ارد على الكومنتات لا اكتر ولا اقل. طيب كان ايه سبب الحظر بقى من الاول؟ تعالى كده لما نمشي في الموضوع واحده واحده بالتفاصيل كده. السبب يا سيدي ان جيت فجاه كده لقيت اليوتيوب بعت لي اشعار ان انا تم حظري لمده 15 يوم لان انا ما بتابعش ارشادات سياسه المنتدى بتاعه. طيب ليه يا عم يوتيوب؟ كل ده كان بسبب فيديو شورتس كنت انا رافعه لسلطان لما كنا بنعمل التجديدات في البرج فوق، وكنت بشربه شاي، او بمعنى اصح هو اللي اصر يشرب الشاي ومش انا اللي بشربه الشاي. المهم ان الغلاف بتاع الفيديو دوت كان سلطان حاطط بقه كده في قلب الكوبايه، وكوبايه الشاي كان باقي منها شويه صغيرين خالص تحت كده. عنوان الفيديو كان ايه بقى اللي انا بقى كنت يعني انا بثبت لليوتيوب بقى؟ عنوان الفيديو انا كنت كاتبه له اشرب وانسى. فاشرب وانسى مع شكل شويه الشاي اللي هم الصغيرين دولت مع حركه بق سلطان في قلب الكوبايه ديت، بس انت كده بتشربه خمر وش. فاليوتيوب خلاص هو اقتنع خلاص. وللاسف علشان طبعا الحاجات ديت مش دايما بني ادمين هم اللي بيتعاملوا معاك فيها، ده بيكون روبورتات وحاجات زي كده، يعني اللي هو واخد امر عمل كده اعمل انت معاه كده على طول، مفيش تهاون يعني. فالمعلمين قاموا مديني على دماغي كده بتاع حظر اسبوعين، عملت طعن طبعا والكلام ده كله، ولكن ما كانش في اي امل. خلاص انت عملت الغلط لازم تاخد العقاب عليه، معاك الحظر اسبوعين، مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص، مش هتعرف تتواصل مع الناس، مش هتعرف حتى تنطق وتقول انا محظور. فانا هنا ما كنتش عارف اعمل ايه الصراحه، ما كنتش عارف ان انا اوصل لكم ازاي. طب يعني انا مثلا انا عندي على القناه 450 الف مشترك، ما شاء الله الوقت بيتهيألي 470 الف مشترك. طيب ال 470 الف دول انت متخيل ان انت مش عارف توصل لهم، ومش عارف حتى تقول لهم انا محظور مش عارف انزل فيديوهات. هو وقتها انا كنت قاعد في حيره، طب انا هوصل للناس ازاي؟ طب يعني انا اقول لكم ازاي ان انا محظور؟ طب انا اقول لكم ازاي ان انا مش عارف انزل فيديوهات؟ طب الناس زمانها هتقول ايه لما اقطع في الفيديوهات مثلا؟ حاجات كتير قوي ودربكه جامده قوي كانت في دماغي، انت مش عارف اعمل ايه. اخر ما توصلت قال لي بقى ان انا هعمل قناه ثانيه وابدا انشر عليها، هتظهر لبعض من الناس والناس هتعرف بعضها والكلام ده كله، ده على اساس ان فتره الحظر كانت هتستمر معانا لحد 15 يوم. طبعا انا كنت ضد الفكره ديت تماما، انا ضد اول فكره ان هي بتاعت ان يبقى عندي قناه واثنين وثلاثه والكلام اللي اليوتيوبرات بيعملوه دوت. اي يوتيوبر دلوقتي تلاقي عنده قناه واثنين وثلاثه بيبقى عنده كتير، انا كنت ضد الفكره ديت تماما لحد ما حصل لي الموقف ده. اول ما حصل لي الموقف ده ولقيت نفسي ان انا شفت انت زي ما تكون انت متأيد والناس حواليك، بس انت ولا انت عارف تشاور ولا حتى عارف تطلع صوت، هو ده كان احساسي وقتها كده. فاللي هو طب انت لو عندك قناه ثانيه والناس متابعاك عليها مثلا، ما انت بتعرف تقول من القناه الثانيه ان انا يا جدعان عندي على القناه الفلانيه عندي حظر وعندي وعندي. فاللي هو لا قلت لا الناس ديت معاها حق فعلا، واليوتيوبرات اللي هم عندهم قناه واثنين وثلاثه الناس دي معاها حق، وانا اللي كنت غلط من الاول. ولكن انا كان كل تفكيري من الاول ان انا مش عايز ان يبقى في ده قناه هنا وقناه هنا وقناه هنا، انا عايز يبقى تركيزه كله في حته واحده. بس للاسف انا من بعد الموقف دوت اضطريت ان انا اعمل قناه ثانيه، ولازم نفضل محافظين عليها، واقول لك هنحاول نحافظ عليها ازاي دلوقتي. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل اكتر واكتر، مش عايز انسى طبعا دور اخواتي وحبايبي اللي وقفوا جنبي من غير اي حاجه، من غير اي كلام، من غير ما اقول لحد اي حاجه خالص. كل اللي انا عملته ان انا عملت قناه ثانيه، قلت يا جماعه انا محظور، نزلت عندي على الفيس ستوري قلت يا جماعه انا محظور على اليوتيوب، علشان بعض منكم بيبقى متابعني على الفيس ومتابعني هنا. انا اي نعم عندي منصات كتير بنشر عليها، ولكن في جزء من الناس بيكون على اليوتيوب بس، هو مش عايز يدخل على المنصات التانيه، هو بيدخل على اليوتيوب بس مش هيخش على اي حاجه تانيه. فانا نزلت للجزء اللي هناك، يمكن حتى يعرفوا بعض في الكومنتات هنا، بمعنى اصح كنت بحاول ان انا اعمل اي حاجه اقدر عليها علشان اعرف اوصل للناس، وعشان اعرف اوصل واقول لكم ان انا عندي حظر والكلام ده كله. فبعد ما نزلت الاستوري وبعد ما عملت القناه التانيه ونزلت على المنتدى عندها وقلت يا جماعه انا عندي حظر على القناه الفلانيه، عشان تتاكدوا ان هي قناته ومش اي حد عامل قناه فيك وخلاص، اللي هي قناتي الجديده،
قلت يا جماعه انا هعلق من قناه الاساسيه على البوست اللي انا هنشره من على القناه اللي هي مش اساسيه ديت علشان الناس تتاكد ان هي ديت قناته. وبالفعل دخلت من القناه الكبيره علقت على القناه الصغيره على الصوره اللي انا نشرها على المنتدى علشان الناس تتاكد ان هي دي القناه بتاعتي. بعدها بلاقي يوسف صبحي اخويا حبيبي تسلم طبعا على اللي انت عملته معايا دوت. الراجل بدون اي كلام بدون ما اقول له اي حاجه خالص هو مجرد ما شاف البوست على القناه الثانيه ديت سهرت له كده لقيته مشارك البوست عنده على المنتدى ان انا عندي حظر وبيعرف الناس ان عنده اللي انا عندي حظر بما ان برده احنا يعتبر في نفس المحتوى فهو بيعرف الناس تلاقي برده ناس عنده وعندي برده هم كمان عاملين له اشتراك عاملين له اشتراك فهو قال يا جماعه احمد السيد عنده حظر وشرح الموقف يعني وكده. وطبعا انا حابب اوجه له شكر تسلم يا يوسف يعني اللي انت عملته ده على دماغي ان شاء الله نردها لك في اقول لك ردها لك في قناه تتقفل ان شاء الله نردها لك في حاجه احسن واحسن يعني وربنا يبعد عنك قفل القنوات دي. تاني يوم بقى او مش فاكر بالظبط في نفس اليوم ولا كان تاني يوم بعدها على طول لقيت اخويا مصطفى شاكوش بيرن عليا ايه اللي حصل يا ابني قناتك مالها انا لسه شايف حالا البوست دلوقتي طب انت ما رنتش علينا ليه. الصراحه هو لما شاف ان انا عملت قناه جديده زعل قوي ان انا ما كلمتوش وقلت له اللي هو يشاركها على المنتدى عنده او كده بس انا الصراحه واللي كان رد عليه برضو ان انا ما بعرفش يعني انا مش ما بعرفش اطلب من حد حاجه زي كده. هو طبعا كان مقدر حاجه زي كده وقال لي انا عارف والله بس الفكره ان احنا كلنا بندعم بعض. والصراحه انا من اول ما دخلت اليوتيوب وشاكوش ما شفتش منه غير كل احترام جدع قوي يعني بيفكر في مصلحه الناس مع مصلحته مش بيفكر في نفسه بس. انا حابب اشكر شاكوش حابب اشكر يوسف صبحي على اللي هم عملوه معايا. طبعا هو الواحد في الحاجات اللي زي كده انا ما عنديش الحته اللي هي ايه ان انا اخش اقول لحد شارك لي او اعمل لي او الكلام ده كله هي حاجه مش وحشه ان انت تخش طبعا انت كلكم بتدعموا بعض يعني انتوا كلكم ناس مش حاجه مش وحشه ان احنا ندعم بعض وكده ونشارك لبعض والكلام ده كله ونطلب من بعض حاجه مش وحشه خالص يعني بس الفكره ان انا ما بعرفش اعمل كده يعني. فهم الصراحه مشكورين ان هم عملوا كده. هو انا اي نعم ما بعرفش بس برضو يعني انت بتبقى مستني انت واخد بالك اللي هو انت مش هتعرف تطلبها بس لو جت هتبقى حلوه برضه. فالناس دي مشكورين عملوا كده من غير ما حد يقول لهم اي حاجه علشان كده هتلاقي صفحاتهم عندكم تحت في الكومنتات لو حد عندي مثلا ما هوش عندهم. الناس دي من اجدع الناس اللي ممكن تخش تتابعهم يوسف صبحي شاكوش هو ده الموقف اللي حصل منهم معايا فعلشان كده كان لازم اللي انا اعرفه لكم. وتعالى بقى نخش على التفاصيل اللي بعد كده ايه اللي حصل بعد كده. طبعا كنت انا ماشي اسبوع وسايب الحمام نشرت على القناه الثانيه رغم ان انا خلاص يعني ما كنتش جاهز نفسيا اللي انا انشر عليها حاجه علشان خاطر اللي هو ايه انت محظور على حاجه انت ما عملتهاش يعني عارف ان انا لو عملت السبب ده ماشي يا عم اديني حظر عليه عاقبني لكن انا ما عملتوش ده سلطان بشرب شاي عم رمالي انا انت تشرب شاي وانا اتحظر ليه شوف عمال سيب سلك الدش يلا ولا شوف طب انا اتحسب على تصرفات عيل. المهم يعني وانا قاعد عند الحمام فوق كده ومزاجي ما كانش احسن حاجه قلت هصور وخلاص وما كنتش عارف حتى وانا بصور وقتها الفيديو ده انا هنزله على القناه ديت ولا على القناه الثانيه حتى قلت كده في الفيديو بس نزلته على القناه الثانيه واللي هنفضل ننزل عليها ومش هينفع ان انا اسيبها علشان خاطر انا لو سبتها الريتش بتاعها هيقع خالص مش هتبقى عامله وصول عند الناس ولو لا قدر الله حصل حاجه للقناه الكبيره ديت ثاني وقلنا نروح نرجع للاحتياطيه علشان ننشر عليها هيكون خلاص الريتش بتاعها نام الوصول بتاعها ما عادش موجود هتيجي تنشر مش هتعرف ان انت توصل للناس اصلا البوستات بتاعتك مش هتظهر للناس لكن لما تكون القناه لسه جديده واليوتيوب لاقي ان الناس بتخش عليها مره واثنين وثلاثه والكلام ده كله والناس متابعه الفيديوهات بتاعتها بيخليها تقترح لناس اكتر. فانت دلوقتي لو من محبين فيديوهاتي وعايز تتفرج عليا على طول كل المطلوب منك بس وكل اللي انا طالبه منكم دلوقتي ان انتوا تخشوا تعملوا لي اشتراك على القناه الثانيه وبرده هتلاقوها عندكم تحت في الكومنتات وهتلاقوني مشاركها عندي على المنتدى. كل اللي انت هتعمله بس زي ما انت عامل اشتراك هنا هتروح تعمل اشتراك هناك. طيب ليه؟ علشان الفتره الجايه ان شاء الله انا بفكر ان احنا هننزل فيديو على القناه ديت وفيديو على القناه الثانيه. سامحوني انا مش هقدر ان انا اتخلى عن القناه الثانيه علشان لازم برده اللي احنا نحاول نعلها مع بعض شويه علشان لا قدر الله زي ما قلت لك لو حصل حاجه للقناه الكبيره ديت في يوم من الايام تكون الثانيه جاهزه برده ونكون احنا مستمرين في النشر عليها. هو الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى تعب قوي يعني انا شايف من وجهه نظر ان كده كده طالما انت عامل اشتراك هنا وعامل اشتراك هناك فالفيديو ايا كان نزلته انا هنا نزلته هناك هو هيظهر لك انت ما فيش عليك اي حاجه. الخيله كلها هتبقى عندنا هنا واللي انا ما كنتش حابب اعمل قناه ثانيه بسببه من الاول اللي هو طب انا نشرت هنا طب الفيديو الجاي ده هنا ولا هناك طب هناك عامل ايه طب هناك في الفيديوهات بتوصل للناس ولا ما بتوصلش طب هنا طب هناك راي الناس ايه طب هنا راي الناس انت واخد بالك بتلاقي في حيره كده وفي اللي هي دربكه كده. بس انا هحاول ان انا زي ما قلت لك كده ان شاء الله هو ده اللي في دماغي وهو ده اللي هحاول امشي على الفتره الجايه ان انا هنزل فيديو هنا وفيديو هناك مش شرط ان مثلا النهارده هنا بكره هناك بعده هنا بعده هناك لا ممكن في نفس اليوم تلاقيني منزل فيديو هنا وكملته مثلا هناك مش شرط برده كملته ممكن فيديو هنا نبقى مخلصينه كله من الاول للاخر حاجه حصلت مثلا عملنا حاجه الكلام ده كله تلاقيه هنا فيديو تاني خالص باحداث تانيه خالص تلاقيه على القناه هناك انت واخد بالك من الفكره. المهم ان انا القناه التانيه ديت مش هينفع ان انا اتخلى عنها ابدا طالما اتعملت بقى خلاص يعني انا كنت ضد الفكره من الاول ولكن هي طالما اتعملت يبقى ان شاء الله نتوكل على الله ونشد عليها شده حلوه
علشان الدرع في انتظارنا ان شاء الله. الاخبار الحلوه بقى اللي معانا طبعا الاخبار الوحشه اللي كانت في الفيديو اللي هو احنا خسرنا النتال هزاز الديول اللي هنا ديت، كانت اخر حاجه من الحمام الهزاز الديول اللي عندي، قدر الله ما شاء فعل الحمد لله، ما اعرفش السبب، انا كنت ماشي وساب الحمام كله تمام، بس ربنا يسترها على باقي الحمام. بس انا عايز اوصل واشوف ايه المشكله، ان شاء الله هنعرف وهنجيب لهم علاجات بحيث لو كان حصل لهم حاجه واحنا مشينا ولا حاجه. اما بالنسبه للخبر الحلو، فزي ما انت عارف ان احنا لحد دلوقتي على القناه الكبيره ديت رغم ان احنا وصلنا 470 الف مشترك، لسه لحد دلوقتي ما خدناش الدرع بتاع ال 100 الف. في الوقت اللي جالي فيه الاشعار اللي هو بتاع ان انا خدت حظر اسبوعين، هو الوقت اللي جالي فيه الاشعار بتاع ان خلاص المشكله اتحلت بتاعه القناه. كان عندنا احنا مشكله منتدى من زمان، كنت انا عامل غلط من زمان، خطا كده على القناه من زمان او اول ما عملتها، فالخطا ده اتحل واليوتيوب قال لي ان شاء الله من اول شهر 10 الجاي اقدر اقدم على الدرع عادي زي اي حد طبيعي، والدرع استلمه عادي ومفيش اي مشكله. فاللي هو الخبر ده جالي وقتها اصلا وقت الحظر بتاع الاسبوعين دوت، انا ما كنتش عارف افرح ولا ازعل ولا يا عم يوتيوب انت بتزولنا ليه في ايه بالظبط، ما عليه بس الحمد لله يعني. فاللي عايزين نعمله دلوقتي بقى ان شاء الله زي ما قلت لك ان انا مش هتخلى عن القناه الثانيه برضو، هنحاول ننشر عليها. فاحنا عايزين ان شاء الله ان شاء الله احنا دلوقتي في شهر 7 لحد ما شهر 10 يجي، احنا قدامنا 3 شهور، عايزين القناه الصغيره ديت لو اخواتي وحبايبي هيقفوا في ظهري، القناه الصغيره ديت في خلال الثلاث شهور تكون وصلت 100,000 مشترك، علشان بدل ما نقدم على الدرع للقناه الكبيره بس نقدم على الدرع للقناه الكبيره والقناه الصغيره، ويبقى الفتره اللي قعدناها دي كلها من غير درع تتعوض ان شاء الله في 2 درع مش واحد بس، ودعواتكم معانا. فانا املي في ربنا وفيكم ان احنا نكبر القناه الثانيه ديت، وزي ما قلت لك بس انت كل اللي عليك زي ما انت عامل اشتراك هنا تعمل اشتراك هناك، بتاكد زرار بس كده خلاص هيظهر لك كل الفيديوهات، وتفعل علامه الجرس، اي فيديو بقى هينزل هنا هينزل هناك، القناه ديت اللي نشرت القناه الثانيه اللي نشرت، انت مش فارق معاك كل الكلام ده كله، انت بس لو حابب تتفرج على محتوى الراجل دوت فمحتوى الراجل دوت هيظهر لك سواء من على القناه ديت او القناه اللي هناك. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هو ده باختصار الموضوع اللي كان حصل لنا. طبعا في خلال الاسبوع اللي انا قعدته دوت بره الحمام اللي هنا، انا جيت لقيت المنظر اللي انت شفته ده، ولكن انا لسه ما طلعتش البرج وخايف الصراحه ان انا اطلع البرج، فمش عارف. هي الحمد لله الزغليل اللي هنا برده تمام، زحلف تمام، الزغليل تمام، الدنيا جميله، ولكن الزغليل اللي هناك ديت جالها بس جدري علشان المكان ما كانش نضيف خالص اصلا. فانا دلوقتي المفروض ان انا اطلع البرج، خايف الصراحه من اللي هشوفه فوق، فيعني ربنا يستر، تعالى نطلع مع بعض. ولكن زي ما قلت لك انا هبدا ان شاء الله في تنفيذ الخطه بتاعتي من دلوقتي، واللي هو انا هطلع البرج مش على القناه دي، انا هطلع البرج على القناه الثانيه ان شاء الله. وارد تلاقي الفيديو النهارده، وارد تلاقيه بكره، هنشر على المنتدى سواء هنا او هناك، اقول لك ميعاد الفيديو هيكون امتى بالظبط. فهي دي الحكايه كلها، بس علشان انا كنت ناوي ان انا احكيها على القناه الكبيره، بعد كده ان شاء الله انا هتجه بقى دلوقتي للقناه الصغيره علشان ان انا انزل على الفيديو الثاني وانا طالع فوق، ربنا يستر من اللي هنلاقيه ان شاء الله، يعني هيبقى خير ان شاء الله، والغربان والبوم هيكونوا محترمين ما عملوش اي حاجه. وبس يا سيدي، لو وصلت معايا لحد هنا اللايك بتاعك الجميل، اشتراكك في القناه الاولانيه والقناه الثانيه لو عايز تتابع معانا بقيه المحتوى. السلام عليكم، نتقابل في القناه الثانيه. سلام. القناه الثانيه اسمها احمد السيد برضو، هتلاقيها عندك تحت في الكومنتات مع صفحه اخويا مصطفى شاكوش واخونا يوسف صبحي، الناس الجدعه اللي وقفت معايا في ظهري. سلام.